هي يعني في آخر ما ظهرها هي الفترة العثمانية اللي نعرفه احنا، ابتداء من 1574 تمكنت الخلافة العثمانية من استرجاع معنا الافريقية اللي هي كانت حفصية، ثم أخذوا في التوسع داخل البلاد وخاصة على حساب القبائل التي استغلتك الفراغ الأمني هذاك في أواخر الفترة الحفصية باش يقتطعوا هما في حد ذاتهم إمارات. حاب يقول يعني الديوان تاع الجند التركي آنذاك يعني وقت انتصب في تونس كانت موكلة ليه مهمة استرجاع هك المناطق هذيك السائبة، ثم خاصة تركيز الحدود مع الجارة الجزائرية لأن كان في نفس الوقت هما موجودين غاديك، وبالتالي أصبح موقع مدينة الكاف يعني له من المكانة الاستراتيجية التي تؤهله ليلعب الأدوار الأولى، إلى درجة أن أصبحت هناك قاعدة استراتيجية أن كل ما الكاف معناتها تحتل إلا ويتغير الحكم في تونس، وكل ما تصمد الكاف إلا والحكم يمنع. المكان هذا هو آخر شرفة لجبل الدير اللي يوصل حتى 1084 متر، وهذه أسفل نقطة متاعه 735، ومن هنا يشرف على بقية السهول وبقية الطرقات وله رؤية بعيدة، وطبعا يعني بموقعه هذا وبحكم موقعه هذا ما يكون إلا يوظف لمثل هالحالة ذي، إذا ما هيش معابد هي مع حصول، وبالتالي الموقع هذا رشح النجد إلى لعب هالدور هذا الدفاعي. هذه توقف رأيي.